فإذا جلست في مقام تصلي فيه على الحبيب المصطفى بإخلاص نية وسلامة طوية، أبشر بحضور المصطفى والمعية، تلك المعية الربانية العظيمة التي يكون فيها جبريل وإخوته، لأن مقام محمد أعظم، ويكون فيه إبراهيم وإخوته، لأن مقام محمد أعظم، ويكون فيه علي وذريته وزوجته، لأن مقام محمد أعظم. فإذا بشرنا بحضرة الحبيب المصطفى معنا، فقد بشرنا بحضورات وحضورات وحضورات، تورث حبورات ومسرات. إن حضور الحبيب المصطفى في قلوبنا وألسنتنا دليل على حضورنا في قلبه ولسانه. إن حضور المصطفى صلى الله عليه وعلى آله مع آله بجماله وكماله وجلاله وصدق حاله في قلوب عياله دليل على حضور عياله في مقاله وحاله وجماله وكماله. فإن الأمر بالمرآة معكوس، ما ذكرت الحبيب إلا وقد ذكرت من الحبيب، وما نطقت بحب الحبيب إلا وقد سبقك الحبيب بالنطق بحبك، ولا همت بجمال من لم تر عينك إلا وقد هام بالجمال من رأتك عينه، فإنه يرى فيك جمالا من جماله، كما ينظر القمر إلى مرآة عكست نوره فيحب ذلك الإنعكاس، أو كما تنظر إلى صورة رسمها لك رسام هي دون ما جملك الله به فيعجبك ذلك الرسام وذلك الرسم. فإننا مرايا تعكس نور محمد، إننا مرايا تعكس حضور روحه العظيمة وذاته الكريمة التي جعلت لنا قيمة ولم يكن لنا من قبل قيمة. إنه يخصب النفس العقيمة فتنجب هذه الأنوار وهذه الأفراح وهذه المسرات العظيمة. إن رسول الله له حضور وله خطرات على قلوب العارفين والمحبين، فإذا تجلت حضرته وإذا تدلت نظرته وإذا تبدت في وجوه المحبين نظرته، كان الأمر معروفا معلوما لأهل البصائر والضمائر، إذ يسمعون البيان فيعلمون أن هذا البيان ازدان بحضور ذلك العظيم الكريم، وأن هذا الكلام تزين وتوشى بذات ذلك النبي العظيم، وأن هذه المحبة ما كانت لو لم يكن أصلها قلبه ولو لم يكن منشئها صدره، وأن هذه النظرة في العلم والبيان ما كانت لتكون لو لم تكن من عقله الكامل. فإن نقصنا يحجبنا عن كمال السر إلا به صلى الله عليه وعلى آله. فبحضور الحبيب المصطفى تحضر فاطمة، فإذا حضرت فاطمة وقينا النار الحاطمة. وبحضور المصطفى تحضر آمنة، فإذا حضرت آمنة كانت فينا ضامنة. وبحضور المصطفى تحضر خديجة، فإذا حضرت خديجة حسنت منا النتيجة. وبحضور المصطفى يحضر عبد الله، فإذا حضر عبد الله رضي عنا الله. وبحضور المصطفى يحضر أبو طالب، فإذا حضر أبو طالب حققت لنا المطالب. وبحضور المصطفى يحضر علي، فإذا حضر علي ظهر السر الجلي وحضر معنا كل ولي. وبحضور محمد يحضر الحسن، فإذا حضر الحسن أنبتنا الله النبات الحسن ورزقنا الرزق الحسن وذكرنا عنده الذكر الحسن وآوانا في مقعد الحسن مع الحسن. وإذا حضر الحسين قرت العين بطه الزين جد الحسنين، وكنا في مقام السر اثنين، هو هو ونحن نحن، فعشنا في مقام الشهود. ومقام الشهود أن تشهد المعبود، ومقام الشهود أن ترى في الجود عين الجود وفي القبض عين الجود، ومقام الشهود أن تفنى في حب محمد الأحمد المحمود، ومقام الشهود أن يتجاوز سرك هذا الوجود فتعلم أنه لولا سيد الوجود ما بقي للوجود من وجود. فإن وجود ذاته دليل على استمرار هذا الوجود، وإن استمرار هذا الوجود دليل استمرار ذاته في الوجود. ما مس الموت منه إلا غطاء الجسم،
أما الروح فحاضرة ناظرة، وإنا في هذا المقام لولا أن شربنا من كفه خمرة ما نطقنا، ولولا أن نظر إلينا ما تكلمنا، ولولا دمه الذي يغلي في العروق ما كان لهذا السر من شروق. إنما هي الرعود والبروق وأمطار الحقوق، حقوق محمد علينا وحقوق آل بيته.